طيب خلينا نطلع من ملف الاتحاد ونخش على بطولة أفريقيا. عايز بعد تقييمك ليها بطولة المفاجآت بالنسبة للدول أو المنتخبات الكبيرة، وأنت بتقول ما بين قوسين كده تغيير خريطة الكرة الأفريقية بشكل كبير، عايز أخد رأيك في دور الثمانية والأربع فرق اللي وصلوا: ساحل العاج، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا. يعني عايز أخد رأيك الفني، يعني مين شايف مين هيكون طرفي النهائي على سبيل المثال؟ يعني أنا أعتقد إن عندنا مشكلة في مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، إنها مواجهة يعني يتحكم فيها المدربين الفنيين بشكل كبير جدا. يعني بيصير وعاد من بعيد بعد انتقادات وبعد أزمات كبيرة على المستوى الفني. طب قدامنا النتائج وعايز أخد رأيك برضو سريعا فيها. فوز نيجيريا على أنجولا 1-0 كان بالنسبة لك متوقع واقعي، أو كان ممكن أنجولا بالأداء الرائع اللي كان في دور المجموعات كان ممكن تقصي نيجيريا؟ صحوة أنجولا يعني مهما كانت كبيرة لكنها أقل من إمكانيات المنتخب اللي تمتلك خبرات، فكان طبيعي إنها تتوقف في الدور ده أو اللي بعده، فكان منطقي يعني. كان منطقي. فوز نيجيريا 1-0، فوز كونغو على غينيا بثلاثية مقابل هدف. دي صبر عامل شغل كويس جدا وبيمشي خطوه خطوه، واعتقد كانت منطقي بالنسبه للحسابات الفنيه. دي صبر حتى قبل الهوا قلت لي من قائمه المرشحين لمنتخب مصر، يعني المرشح الوحيد اللي ما فيش فيه مشاكل، يعني المقابل المادي اقل بكتير مما كان يعتقديه فيتوريا المتوقع يعني، وعنده انفتاح لخوض التجربه، الوكيل بتاعه ما عندوش اي مشكله في التفاوض وادمان التفاوض بعد كان البطوله. كان وجوده في مصر كمان يعني كان ممكن يساعده، بالزبط. عارف الاجواء وعارف اللعيبه، لكن يقال برضو انه في تخوف من الاتحاد ان هو اسم اقل من المنتخب، فممكن يسبب مشاكل مستقبلا في حاله اخفاق جديد يعني. تالقه طبعا مع الكونغو ووصوله لدور قبل النهائي. هزيمه مالي 2-1 امام كوت ديفوار في مباراه مثيره جدا، مباراه يعني صعبه جدا ومثيره جدا تاريخيه الحقيقه. طبيعي، وكان كمان بطلها الحكم المصري محمد عادل. صحيح. يعني قدم مستوى جيد جدا ولم يهتز، يعني بداية الماتش كان الصافرة عكس توقعات أصحاب الأرض، لكنه ما يعني ما فيش أي ضغوط، ما فيش أي تأثر بالجماهير، قدم مستوى كويس. كوت ديفوار عادت من بعيد أعتقد بسبب الجوانب البدنية في المقام الأول. أنا شفت المباراة الحقيقة، مالي كانت أنا على نفسي على مستوى الفني كانت أفضل من كوت ديفوار. بالظبط. لكن الدفعة والجماهير، دفعة الجماهير وكمان إصرار اللعيبة والروح القتالية، يعني وهدف في الدقيقة يعني 93 بعد التسعين. بالظبط يعني. والهدف الثاني يا كابتن اللي هو في الوقت الإضافي الثاني كمان 121، ده يعني اكتر هدف متاخر في تاريخ البطوله الافريقيه. يعني الهدف ده تحديدا هو ليه احصائيه خاصه جدا ما حدش واخد باله منها، ان ما فيش هدف جه قبل الوقت بعد الوقت ده في البطوله في تاريخها يعني. يعني خلاص يعني كوت ديفوار تستحق الصعود لدور النصف النهائي على حساب مالي. مباراه طبعا مباراه الركلات الترجيح ما بين جنوب افريقيا وكاب فيردي، ايضا المباراه اللي كانت جميلة جدا وعجبني فيها جدا الحقيقة فريق كاب فيردي لراس الأخضر، عمل مباراة في التسعين دقيقة أو في 120 دقيقة مباراة رائعة، ويعني لكن طبعا ضربات الترجيح تألق ويليامز وتألق ويليامز يعني 4 ركلات في بطولة في ماتش واحد، ده ما حصلش في البطولة قبل كده، وكمان يعني الرقم الأعلى مسجل باسم أبو جبل 5 تصديات في بطولة واحدة اللي هي البطولة اللي فاتت، لكن ماتش ده رقم قياسي وينقصوا كمان ركله كمان ويبقى في البطوله كمان في تاريخ المشاركات كلها النسخ الماضيه يعني. طيب نصف النهائي يعني نصف النهائي كمان في 4 فرق: نيجيريا وجنوب افريقيا، جنوب افريقيا والكونغو وساحل العاج. توقعاتك؟ يعني ماتش نيجيريا وجنوب افريقيا بعتقد ان هو الاصعب لعامل مهم جدا، ان الفرقتين عندهم مدربين على وعي تكتيكي عالي جم من بعيد في البطوله، يعني بيسيبوا لو حضرتك تلاحظ قبل البطوله كان بيتعرض لانتقادات وانه كان ممكن كمان معرض للرحيل قبل البطوله، وفي بقى كلام عن عروض سعوديه وكلام زي كده، فالراجل بيبدا البطوله بشكل سيء جدا وبعد كده بيجي من بعيد وبيحافظ على شباكه وفبع ماتشات بدون ان تهتز، وده لاول مره في تاريخ نيجيريا، فاعتقد ان في جانب تكتيكي وخططي يعني هيغلب على شكل الماتش وهيحجم اللعيبه اللي بتمتلك امكانيات ان هي تظهر امكانياتها الفرديه. هوجو في الناحيه الثانيه عامل اداء كويس جدا، عدمت بعد هزيمه من مالي واداء سيء جدا 2-0، رجع خطوه خطوه، قدم بصمه فنيه واضحه جدا على صعيد الجانب الدفاعي،
دفاع قوي، شباك لا تهتز، حارس موجود ومركز، في دوافع كبيره، فاعتقد الماتش هيكون صعب، ولكن يعني اقول ان نيجيريا ممكن تكمل. نيجيريا الاقرب للصعود على حساب جنوب افريقيا. وكمان يا كابتن خد بالك ان المربع الذهبي كلهم توجوا بالبطوله من قبل، كلهم صحيح اصحاب يعني بطولة. كونغو في السبعينات وكلام من ده، لكن كلهم اصحاب القاب، ففي خبرات موجوده ودوافع شعبيه لتكرار. انا اتفق معاك، نيجيريا بالروح حماس حتى بالفتره اللي فاتت والاداء العظيم في مباريات الدور الثمانيه قادره على الفوز على جنوب افريقيا. ساحل العاج وكونغو الديمقراطيه. هو ساحل العاج بعد كل ده لو ما ما صعدتش النهائي تخيل يبقى يعني الصعود بثلاث نقط وارد على فكره، كره القدم وارد. لكن عايز اخد رايك بالنسبه لساحل العاج، غيروا المدرب بعد دور المجموعات. دي خطوه شايفها كان ممكن جدا، يعني مش خطوه فيها ريسك شويه انك تغير يعني. هو المدرب هو كان المدرب المساعد، لكن ما حسبوهاش بقى اللي هو لا ده هيبقى فيه بلبله في اوضه اللبس وهيبقى فيه، لا يعني الامور بتتاخد صارمه. لا انت خلاص دور المجموعات انتهى وطلعوا بالصدفه، النتيجه طبعا كتر خير موزمبيق. فانت شايف ده ازاي؟ وشايف كوت ديفوار فنيا قادره على الصعود للمباراه النهائيه؟ هو كان في جزء كبير يعني من باب التوفيق، ان هو كانوا هم اصلا اعتقدوا ان البطوله انتهت بالنسبه لهم. يعني ده الناس خلاص كمان خلاص هناك. فهو اقاله المدرب كانت متسرعه بناء على ان فرصهم معدومه، ما فيش صعود. فحصل المعجزه وصعدوا. فهنا جه امارات فييه وقدم نفسه بشكل كويس جدا. اعتقد ان المساله بعد كده بقت مساله معنويات اكتر منها فنيات. يعني بنتكلم على الوطنيه قبل الخطه، واسعاد الجماهير قبل التشكيل، وحاجات من هذا القبيل يعني. وده اللي ظهر في الماتش الاخير، اللي هو اخر لحظه اللعيبه عايزه تعمل حاجه للجماهير وما تحاولش ان هي تخرج. خططيا او فنيا من الجانب التكتيكي صعب نحكم على المدرب، هو ما كونش اللعيبه دي، ما اخترهاش، ما حطش فتره الاعداد، ما لعبش ماتشات وديه. اعتقد ان الدور مقتصر على النواحي المعنويه ووضع التشكيل الجيد ودراسه مفاتيح لعب المنافس وازاي ان انا اقفلها. فده بالنسبه لساحل العاج، بيقابلهم مفارقه تاريخيه لازم يتغلبوا عليها. المنتخب الوحيد اللي تجاوز دور المجموعات في بطوله افريقيا بثلاث نقط هو كان منتخب السنغال عندنا في مصر في 2006، جاب ثلاث نقط، صعد وصيف بسبب النتائج خدمته بقيه المجموعه، وخرج من الدور قبل النهائي من مصر قدام مصر، احنا كسبناه بهدف عمر زكي الشهير. فقدامهم مفارقه تاريخيه وقدامهم ضغوط جماهيريه كبيره، لكن عمليه التبديل الفني والاعتماد على مدرب يعني جه من بره خالص لينقذ المهمه، ده بتقلل الضغوط شويه، مش مطلوب منه كتير، مطلوب منه يقدم الشكل اللي الجماهير عايزه تشوفه، الروح المعنويه العاليه. فاعتقد ان الماتش هيكون لصالح ساحل العاج بنسبه كبيره يعني. ساحل العاج، يعني انت بتتوقع النهائي ساحل العاج ونيجيريا؟ بالظبط، خاصه ان دي صابر مدرب واقعي جدا، يعني مش هيجاسف، مش هيهاجم، يعني حتى لو في المؤتمر الصحفي ماتش مصر كان متحفظ في المؤتمر ومتحفظ في طريقه اللعب، حتى هو في المؤتمر قال لك انا كان نفسي صلاح يلعب عشان اللعبه تحتك بيه، فهو مسالم لاقصى درجه، بيلعب على قد امكانياته وعارف هو رايح فين. فاعتقد ان الاسلوب ده هيناسب ساحل العاج جدا، وهتقدر انها تخرج بالماتش في